الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فبالأمس أخذنا تفسير قوله تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله، وأخذنا المعاني التي اشتملت عليها هذه الآيات، وأرجأنا النظر فيما يستفاد منها من أحكام وفوائد لهذا اليوم. أسأل الله جل وعلا الإعانة على ذلك. وبعده، فإن من الفوائد التي تستفاد من هذه الآيات انقسام التوحيد إلى توحيد الربوبية الذي هو إقرار لله بأفعاله من الخلق والرزق وتدبير الأمور ونحو ذلك، وبيان أن هذا التوحيد لا يكفي وحده، فلا بد معه من توحيد الألوهية بإفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء منها لغير الله تعالى. ولذا نجد أن مشركي العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، فلم يغنهم ذلك، بل استدل بإقرارهم بتوحيد الربوبية في هذه الآيات وفي آيات أخرى على وجوب إفرادهم لله في توحيد الألوهية، كما في هذه الآيات، فإنه سألهم من رب السماوات والأرض، وبين لهم أن ربوبيته وتصرفه وإيجاده لهذه المخلوقات العظيمة يقتضي أن تعبدوه وحده وألا تشركوا به شيئا. وفي هذه الآيات أن المتصرف في الكون هو الله، فهو النافع الضار، فلا نفع إلا من عنده جل وعلا، ولا ضر إلا منه سبحانه وتعالى. والعباد إنما هم أسباب يقدر الله على أيديهم الخير والشر والنفع والضر. ولذا على الإنسان ألا يجزع من تصرف أحد تجاهه بمنع خير أو استجلاب شر، لأنه لن يخرج عن قضاء الله جل وعلا وعن قدره. والمؤمن يجزم بأن كل قضاء قضاه الله عليه فهو خير له وهو لمصلحته. وفي هذه الآيات بيان بطلان عبادة المعبودات من دون الله، سواء كانت من الأصنام أو الأحجار أو كانت من الناس أو كانت من الملائكة، فإن الله جل وعلا قد أخبر أن من لا يملك نفعاً ولا ضراً لنفسه فلا يملكه لغيره. وفي هذا إقامة الحجة على أولئك الذين يتوجهون لأصحاب القبور يدعونها من دون الله ويطلبونها حوائجها، فإن الله قد بيّن لهم أن هؤلاء لا ينفعون أنفسهم، فلم يدفعوا عن أنفسهم الموت، ولم يدفعوا عن أنفسهم المرض، ولن يدفعوا عن أنفسهم في قبورهم أن يأكلهم الدود وأن ترم أجسادهم. ولذا قال: أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً. وفي هذه الآيات بيان أن البصر
نعمة من عند الله جل وعلا، وأنها من كان متصفاً بها فحاله يفارق حال الأعمى بمراحل كثيرة، مما يستوجب أن يشكر الإنسان ربه على هذه النعمة. وفي هذه الآيات تشبيه من صرف العبادة لغير الله بالأعمى، وأن من صرفها لله وحده يكون بمثابة البصير الذي يبصر ما أمامه. وفي هذه الآيات أن الله يفاضل بين العباد فيما آتاهم من النعم، ولا يعتبر ذلك تركا للعدل، فإن الله يتفضل على من يشاء من عباده سواء بالبصر أو بالنور أو بالهداية والتوحيد أو بغيرها من نعم الله جل وعلا. وفي هذه الآيات بيان أن الله جل وعلا يتفضل على العباد بنعمة النور، سواء كانت في النهار أو ما هيأه الله في أزماننا من أنواع الإضاءة التي تنير للناس مواطنهم ومحالهم، فهذه نعم من الله جل وعلا واجبة الشكر. وفي هذه الآيات ضرب المثال بين الموحد والمشرك بمن يكون في النور ومن يكون في الظلمات، وضرب المثال للتوحيد بالشرك بالنور والظلمات. وفي هذه الآيات التذكير بأن الله جل وعلا هو الخالق للكون والخالق لمن على هذه الأرض من إنس وجان وحيوان وأشجار وجبال وغيرها من الكائنات. وفي الآيات الاستدلال على انفراد الله بالخلق على وجوب إفراده بالعبادة. وفي هذه الآيات التذكير بأن المعبودات التي تعبد من دون الله لم تخلق ولن تخلق شيئا من الكائنات، ولذا قال: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، فهم ليس لهم خلق حتى يظن أنهم يماثلون الله ويشابهونه، ومن انفرد بالخلق كان له حق العبادة دون من سواه، قل الله خالق كل شيء. وفي الآيات أن الله جل وعلا واحد في ربوبيته وصرف نعمه للعباد ونفعهم وإلحاق الضرر بهم، وهو واحد في خلق المخلوقات، ومن كان كذلك وجب أن يكون واحدا في إفراده بالعبادة من صلاة ودعاء وخشية وإنابة ونحو ذلك. وفي هذه الآيات قدرة الله جل وعلا على قهر كل من يقابله أو يحاول أن يضاده، فإن الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، والناظر في ما صرفه الله على الأمم السابقة حيث أوجد أسباباً يسيرة بماء أو بهواء أو بصوت مجرد فأهلك به أمماً كاملة. وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا على العباد بإنزال الأمطار، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهو المنفرد بإنزال المطر، ومن انفرد بإنزال المطر كان ذلك دليلاً على وجوب إفراده
بالعبادة. وفي هذه الآيات أن من رغب في المطر ونزول الغيث فعليه أن يتوجه إلى الله، فهو الذي ينزل الأمطار سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات تمثيل الوحي النازل بالسماء بالمطر النازل من السحاب، كيف يحيي الله به الأرض بعد موتها، فهكذا القلوب تحيا بالوحي بعد موتها. وفي هذه الآيات أن الناس يتفاوتون فيما يستفيدونه من الوحي النازل من عند الله جل وعلا، كما أن الأودية تتفاوت في مقدار الماء الجاري فيها النازل من الأمطار. وفي هذه الآيات ضرب المثال للحق والباطل بما يحمله السيل من المياه النافعة وما يكون معه من أنواع الخيرات، فالحق بمثابة هذا الخير النازل الذي يستفيد الناس معه من هذه الأمطار، والشر بمثابة هذا الزبد الذي يكون في أعلى المياه والفقاعات التي تكون على الماء ما أسرع أن تزول سريعا. وفي هذه الآيات أن الباطل مهما كان عنده من القوة الدنيوية لا يقوى على مصادمة الحق والوقوف في وجهه، مهما كان عند أهل الباطل من أنواع القوى والإمكانات. وفي هذه الآيات من الفوائد بيان أن الأصل في مياه الأمطار الحل والإباحة، فيجوز شربه ويجوز الوضوء منه ويجوز استعماله. وفي هذه الآيات من الفوائد جواز اتخاذ الحلي وإحراق النار من أجل صهر الحلي ليتشكل على وفق ما يريده أصحابه. وفي هذه الآيات جواز التمتع بنعم الله في الدنيا، ومنها الأمطار النازلة والنبات الذي يكون على الأرض والحلية التي تكون عند الناس. وفي هذه الآيات تقوية أهل الحق والشد بأزرهم من أجل أن ينشروا ما عندهم من الحق وأن يدلوا الخلق على ما فيه صلاحهم وسعادتهم. وفي هذه الآيات وجوب الاستجابة لله تعالى فيما يأمر به، وفيها أن من استجاب لله كانت له العاقبة الحميدة والحسنى في الدنيا وفي الآخرة، فإنه قال للذين استجابوا لربهم الحسنى. فالألف واللام هنا للاستغراق ولم تقيد بالآخرة، فدل هذا على أن من استجاب لله تنعم في الدنيا، وإن كان العبد لا يقصد بأدائه للأعمال واستجابته لأمر الله مجرد الأمر الدنيوي، بل تكون مقاصده أخروية. وفي هذه الآيات التحذير من العاقبة السيئة لمن يعصون أوامر الله جل وعلا ولا يستجيبون لشرعه. وفي هذه الآيات أن هؤلاء الذين لا يستجيبون لله يكون مصيرهم مصيرا سيئا يوم المعاد، وتكون عاقبتهم سيئة لدرجة أنهم يعجزون عن فداء أنفسهم ولو كان معهم الخير الكثير
ولو كانت الدنيا كلها في حوزتهم. وفي هذه الآيات بيان صفات أهل الحق الذين استجابوا لأمر الله، ومعرفة أن أعظم خاصية لهم أنهم كانوا موقنين بصدق الله جل وعلا فيما أخبر به من المعاد والحساب والجزاء. وفي هذه الآيات أن من لم يصدق بهذه الرسالة فهو بمثابة الأعمى، لا يدرك حقائق الأشياء. وفي هذه الآيات أن العقل الصحيح من كان يعمل لإصلاح عواقب أمره، فيفكر في العواقب ويسعى لاستجلاب أحسنها وأفضلها. ولذا يفرق بين العقل والذكاء، فالذكاء القدرة على التصرف، وأما العقل فهو العمل لجلب العقائب المحمودة ومراعاة مآلات الأفعال وما تكون عليه. وفي هذه الآيات وجوب الإيمان بما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب العظيم ومن الحقائق الدينية الواردة في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات وجوب الوفاء بعهد الله تعالى، سواء كان في ذلك ما جاء به الأنبياء والرسل من وجوب الانقياد لله، أو ما أخذه الله على بني آدم في ظهر أبيهم من أن يقوموا بعبودية الله وحده وأن يقروا بربوبيته سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات النهي عن نقض العهود والمواثيق، سواء كانت عقود تجارة أو عقود صلح أو كانت عقود نكاح أو كانت عقودا بين الإنسان وبين ربه كالنذور والأوقاف ونحوها. وفي هذه الآيات دلالة على وجوب بر الوالدين وصلة الأرحام والإقدام على الفعل الجميل، وفي ذلك تحذير من قطيعة الأرحام. وفي هذه الآيات فضيلة الخشية من الله، بأن يكون الإنسان خائفا من ربه جل وعلا مطلعا على أوصافه وصفاته. وفي هذا دلالة على أنه يستحب للإنسان أن يسعى لتعلم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فإن العبد متى ازداد معرفة بربه ازداد خشية له وإنابة. وفي هذه الآيات وجوب أن يجعل الإنسان الآخرة على باله فيستعد لها بأنواع الاستعداد، فإن العبد المؤمن يسعى للفكاك من نار جهنم وإلى دخول الجنان، وما ذاك إلا بأداء عمل في الدنيا يقصد العبد به نجاته يوم القيامة، كما قال تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وفي هذه الآيات أن العباد يحاسبون يوم القيامة، ولكنهم يتفاوتون في طريقة الحساب وفي درجته. وفي الآيات الترغيب في الصبر، سواء كان صبرا في أداء الواجبات الشرعية أو كان صبرا في ترك المنهيات أو كان صبرا
على أقدار الله المؤلمة، أو كان صبرا على أذية الخلق. وفيها إشارة إلى عظم أجر الصابرين. وفي هذه الآيات أن الصبر لا ينال الإنسان به أجرا إلا إذا كان يبتغي به وجه الله ويريد بذلك رضاه. فالناس الذين يزاولون الأعمال الشاقة على نوعين: منهم من صبر لله فيكون ماجورا مثابا، ومنهم من تحمل الأذى ولكنه لم يقصد وجه الله بذلك، فهذا ليس له من الأجر شيء ولكن يكفر من ذنوبه وسيئاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب العبد المؤمن من هم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كان كفارة لذنوبه. وفي هذه الآيات إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، فإنه لا يطلق ولا يستعمل الجزء ويراد به الكل إلا إذا كان لذلك الجزء معنى حقيقي منسوب للكل. وفي هذه الآيات الأمر بإقامة الصلاة محافظة عليها في أوقاتها وقياما بأركانها وواجباتها وشروطها وتركا لما ينقص أجرها. وقوله أقاموا الصلاة فيه إشارة إلى مشروعية صلاة الجماعة وفضل أداء هذه الصلوات جماعة. وفي هذه الآيات في قوله الصلاة يراد بها الصلوات الخمس، لأن الألف واللام إذا لم يرد بها العموم والاستغراق تكون للعهد، والعهد السابق هو الصلوات الخمس. وفي هذه الآيات الترغيب في النفقات سراً وجهراً، بحيث يستمر الإنسان في النفقة اطلع عليه الآخرون أو لم يطلعوا، لأنه يريد بذلك أن يرضي الله. ويدخل في هذا الزكاة الواجبة والنفقات الواجبة، ويدخل في ذلك ما يتعلق به معنى ضروري لا يستغني عنه الناس. وفي هذه الآيات مشروعية اتباع السيئة بالحسنة، بحيث إذا عمل العبد شيئا من المعاصي شرع له أن يعمل أعمالا صالحة يكون لها حسنات، فيمحو الله بفضله تلك السيئات بهذه الحسنات. وفي الآيات أمر من أساء إليه العباد بأن يحسن إليهم، فيقابل إساءتهم بالإحسان. وفي الآيات أن من كان كذلك وكان متصفا بهذه الصفات فإن الله جل وعلا يورثه العاقبة الحميدة الدار الكريمة في جنان الخلد. وفي هذه الآيات بيان فضل الله على أهل الإيمان بما أعده لهم من الثواب الجزيل في جنات عدن دائمة باقية، وما يتفضل عليهم بأن يجعل قراباتهم يقارنونهم في جنان الخلد فيرفعون في درجاتهم ليصلوا درجة قريبهم. وفي هذا ترغيب الإنسان بأن يسعى لأن يكون في قرابته
وفي ذريته من يكون من أهل الاستقامة ومن ينال الأجر العظيم بنشر العلم أو بالدعوة إلى الله أو بغيرها من الأعمال الصالحة، فإنه متى ارتفع قريبك في جنان الخلد كان هذا من أسباب ارتفاع درجتك فيها، لأن الله عز وجل يجمعك به. وفي هذه الآيات الحرص والسعي على الأمور التي تصلح الآباء والزوجات والأبناء والذريات ليكون ذلك من أسباب رفع درجاتهم. وفي الآية أن أهل الجنة يتنعمون فيها بأمن وسلام، وأنه لا يأتيهم ما يكدرهم في هذه الدار التي أعدها الله لأوليائه. وفي هذه الآيات التذكير بأن من أعظم أسباب دخول الجنان الصبر، وفي هذه الآيات التحذير من نقض العهود والمواثيق وبيان سوء عاقبتها في الدنيا والآخرة، وفي هذه الآيات من الفوائد تحريم قطيعة الرحم وبيان سوء عاقبتها دنيا وآخرة، وأن من تركها وأن من ترك صلة الرحم فيخشى عليه من العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية. وفي هذه الآيات التحذير من الإفساد في الأرض سواء بظلم العباد أو بصرف العبادات لغير الله، فإصلاح الأرض يكون بالتوحيد والسنة والطاعة والعدل والاجتماع، وأما إفسادها فيكون بالشرك وصرف العبادات لغير الله وبالبدع والخرافات والمعاصي والسيئات. ومن إفسادها ظلم العباد وعدم إيفائهم لحقوقهم. وفي هذه الآيات تحذير المؤمن من أن يكون من أهل اللعنات الذين يلعنهم الله عز وجل. وتلاحظ هنا أن ما ورد في القرآن من ذكر اللعن فإنه إما أن يكون لغير معين وإما أن يكون لمن يقضي الله عز وجل عليه بدخول نار جهنم. هذا شيء من فوائد هذه الآيات وأحكامها. رزقكم الله علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة واستقامة على الطريق المستقيم، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يبارك لهم في جميع أمورهم وأن يغفر لهم ذنوبهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.